جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: بالنسبة لنية الدخول في النسك، هل هي التي يتلفظ بها في التلبية؟ وما معنى التلبية وما معناها؟ الإحرام هو نية الدخول بالنسك، والنية في القلب. إذا نوى أنه أحرم فإن هذا هو الإحرام المشروع، نية الدخول النسك والنية في القلب. ما يقول اللهم إني نويت أن أحرم، لكن يلبي ويذكر النسك الذي نواه أو أحرم. لا بس، النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كانوا يلبون ويقول: لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج وما أشبه ذلك. فهذا ليس تلفظا بالنية، وإنما هو تلفظ للنسك الذي أحرم به. ومعنى التلبية إجابة الدعوة التي دعا بها إبراهيم عليه السلام في أذانه: وأذن في الناس بالحج، وكل من حج أو اعتمر فإنه مجيب لهذا الأذان، يقول لبيك لبيك.